الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الزاد السادس. القوة والشجاعة في الحق، القوة والشجاعة في الحق، ليست قوة الحمقى، لا، في الحق. فيجب على الداعية ألا يستهين الناس بدعوته ولا بما يحمله من العلم، ولا ينبغي أن يكون جانبه ضعيفا خائرا يكسره الصغير والكبير والذكر والأنثى، لا، لابد أن يكون الداعي ذا شجاعة وذا قوة في كلمة الحق وفي إبلاغ الحق، فإنه لا يصل إلى مراتب الدعوة النهائية إلا الأقوياء من الدعاة. ولذلك سيد البشر صلى الله عليه وسلم كان من أقوى الناس. يقول أنس: حصل فزع بالمدينة، فخرج الناس، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء من قبل الصوت وهو يقول: لن تراعوا، لن تراعوا، إنا وجدناه لبحرا. يقول يعني ما في مشكلة، ما عندكم، ما عليكم خلاف، ما عليكم خلاف، ما بجايكم شيء. سمع الصوت وذهب لوحده في هذا الظلام إلى جهة الصوت. الداعية لابد أن يكون قويا، قويا في الحق. يقول علي بن أبي طالب: لقد رأيتنا في بدر ونحن نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقرب الناس إلينا إلى المشركين، ينعن. ولما حصل ما حصل على أصحابه في أول غزوة حنين، ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته وكان يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فبعث الرعب في قلوب الكفار، فانقلبت دفة المعركة إلى انتصار المسلمين. داعي ينبغي أن يكون قويا، ما هو ضعيف، ما هو ضعيف. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في ظل الكعبة يوم من الأيام، وأبو لهب وجماعة من قريش، وأبو جهل وجماعة من قريش أرسلوا غلاما لهم يأتي بسلا جزور بني فلان، سلا ليخرج من فرج الدابة، فوضعوه على ظهره وهو يصلي، فجاء الصريخ إلى فاطمة: أدركي أباك. فجاءت تبكي وألقته عن ظهره، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ونظر إليهم، هم سبعة قاعدين قدام، قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة وأبي جهل وأبي بن خلف والوليد بن عقبة. يقول أنس، يقول ابن مسعود: فلقد رأيت هؤلاء في قليب بدر قتلى. الشاهد أنهم جاءوا يستسمحون ويعتذرون من النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: يا أبي القاسم ما عهدناك جاهلا، يا أبي القاسم. عرفوا أن دعاءه صادر عن قوة وعن منزلة عظيمة عند الله عز وجل وسيستجاب له. قوة، قوة في الحق. لما كان يطوف كان كلما مر عليهم يسخرون منه، يسخرون منه، فوقف في بعض الطوافات وقال: يا معشر قريش اشهدوا، لقد جئتكم بالذبح. حتى ألقى الله عز وجل الرعب في قلوبهم، حتى ألقى الله عز وجل الرعب في قلوبهم. ما ينبغي للداعي أن يكون ضعيفا يتسلق جداره وجدار شخصيته وجدار دعوته الصغير والكبير وكل يسخر منه ويصير صحيح بين الناس، لا. داعية ينبغي أن يحترم علمه وأن يحترم تعليمه وأن يحترم منزلته وأن يحترم طريقه ومنهجه الذي اختاره الله عز وجل له. لكن لا نقول شجاعة الظلم والعنجهية والقهر والعدوان، لا لا، نقصد الشجاعة في الحق، الشجاعة في الحق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحقر أحدكم نفسه. قالوا: وكيف يحقر أحدنا نفسه يا رسول الله؟ قال: يرى أمرا فيه لله عليه قول ثم لا يقول فيه، فيقول الله عز وجل له يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ قال: خشية الناس يا رب. قال: فكنت أنا أحق أن تخشى. خشية الناس هي الضعف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يدعو: وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. ما الذي استفاده الإسلام من قوة أبي بكر لما أرسل الجيش بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزو الروم، وكذلك عزيمته وشجاعته وقوته في حرب المرتدين؟ إيش جنى الإسلام منها إلا كل فخر وعز؟ ما الذي جناه الإسلام من قوة عمر وشجاعة عمر؟ دعاة شجعان استفاد الإسلام منهم أعظم الاستفادة،
حتى كان الصحابة لا يطوفون إلا سرا ولا يصلون في البيت إلا سرا بعد إسلام عمر وخالد بن الوليد. قال لا نزال أعزة ما مذ أسلم عمر. الشجاعة يا رجل ينتفع بها المسلمون، داعيها الضعيف هذا ما يا جماعة. الآن الأمة كلها تفزع في ملماتها وفتنها إلى من؟ إلى الدعاة، لأنهم هم حزام أمان، فإذا فزعوا إليهم فإذا هم ضعفاء خائرون خائفون، لا ينطق الواحد منهم بكلمة. راحت الأمة، ضاعت الأمة، تفزع لمن الأمة في شدائدها؟ لكن خلى يقول ابن القيم رحمه الله كنا إذا ألمت بنا الأمور وضاقت في وجوهنا الدنيا فزعنا إلى أبي العباس بن تيمية رحمه الله، فما إن نجلس ونسمع كلامه إلا سري عنا. الشجاعة في كلمة الحق والشجاعة في إبلاغ الدين، هذا هو الذي ينبغي. رب شجاعة الداعية تقلب موازين الكفر وتهزم الأعداء بشجاعة الداعية، بشجاعة الداعية، بس شجاعة الداعية، الشجاعة التي نسأل الله عز وجل أن نراها هي اللي تبرد الثبوت. لشفت الداعية قوي ويقول كلمة الحق ولا يخاف في الله لومة لائم، هذه تبرد سبتك. أما الاستخفاء وراء ظل المصالح والمفاسد هذه كل يقدر عليها.